السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة من قناة ميدزيديو. اليوم إن شاء الله راح نكمل بارت 2 من شابتر اليو في بمادة الانسترومنتال اناليسيز. درسنا بالبارت الأول بالنسبة لمادة اليو في أو بالنسبة لشابتر اليو في بشكل أساسي ركزنا على الضوء وعلى الجهاز المستخدم في اليو في اناليسيز. درسنا خواص الضوء وبعض الخواص أو أجزاء الجهاز. اليوم إن شاء الله راح نقترب أكثر من الكومباوند اللي نحن بدنا نعمله أناليسز. بالنسبة للسامبل إذا نعملها أناليسز راح نشوف شو هن الإلكترونيك ترانزيشن اللي ممكن تحدث على الكومباوند نفسه، التفاعل اللي راح يصير ما بين الضوء وما بين الكومباوند مبني على شو، مبني على تفاعل الجزيئات الضوء مع الروابط او مع الكترونات الكومباوند. خلينا نشوف شو هن بعض التحولات اللي ممكن تصير بالكومباوند نفسه اللي هي الالكترونيك ترانزيشن. شو هي التحولات اللي بتصير على الالكترونات ضمن الكومباوند؟ عندنا تحولات ممكن تصير ضمن المركب، ضمن الروابط ممكن تتحول عندنا الرابطة سيجما والتي هي الرابطة الأحادية الى سيجما ستار، هي عبارة عن رابطة أحادية. في عندنا من الباي الى الباي ستار، في عندنا من الN non bounding او lone pair of الكترون للسيجما ستار، ومن الN للباي ستار، وفي عندنا من السيجما للباي ستار، في عندنا من الباي للسيجما ستار. طبعا شو هي السيجما وشو هي السيجما ستار؟ السيجما اللي هي الحالة الطبيعية للرابطة، بتكون عندنا رابطة احادية مثلا ما بين سي واتش. السيجما ستار اللي هي الرابطة في حالة الاستثارة لما نسلط عليها ضوء وهي يصير هي اكسايتيشن. تمام، رح ندرسهم واحدة واحدة على حدة. اول شيء في عندنا الترانزيشن اللي هو من سيجما لسيجما ستار، بيكون عندنا السيجما الكترون from orbital is excited to corresponding anti-bounding orbital. تحول عندنا السيجما اللي هي رابطة الأحادية الى سيجما ستار اللي هي anti-bounding orbital. في عندنا مجال او في عندنا شيل اللي هو بيكون ضمن الرابطة، بتكون هاي الرابطة جاهزة لانها ترتبط باي ذرة اخرى، فبنسميها سيجما ستار او الاكسايتيشن. The energy required is large for this transition. الطاقة اللازمة لحتى نحول أو نحرر الرابطة الأحادية من رابطة مستقرة إلى رابطة مستثارة فهي تحتاج إلى طاقة عالية. في عندنا مثال اللي هي الميثان اللي هي الألكانات، بيكون في عندنا الرابطة ما بين السي والأتش، بتكون رابطة عبارة عن رابطة أحادية، وبيكون هاي هي عندها القدرة لأنها تتحول من سيجما لسيجما ستار، لأنه نحن اتفقنا أن السيجما هي الرابطة الأحادية. فالطاقة اللازمة لحتى نحول السيجما إلى سيجما ستار أي الرابطة الأحادية إلى رابطة غير مستقرة أو رابطة مستثارة أو إكسايتيشن للرابطة، هذا الشيء بيحتاج لطاقة عالية زي ما حكينا. وبيكون عندنا المجال تبع الأبزوربنس تبعه حوالي 125 نانومتر، فمنلاحظ نحن أن طول موجة قليل، بعد هيك نعرف أنه الطاقة عالية تحتاج طاقة عالية. تمام، هلأ الأخف شوي اللي هو من الباي للباي ستار. الباي تمثل الرابطة الثنائية. الباي إلكترون in bounding orbital is excited to corresponding anti-bounding orbital B star أو الباي ستار. بالنسبة للباي ستار هي أنا زي ما حكينا بالسيجما ستار، ولكن هون الاختلاف أنه هاي بتكون رابطة ثنائية. مثال عليها المركبات اللي تحتوي multiple bond like الألكين، الألكين، الكربونيل، النتريل، الاروماتيك كومباوند الى اخره. هذول كلهم بيحتوون على رابطه ثنائيه، ممكن هاي الرابطه الثنائيه يصير لها اكسايتيشن وتتحول لباي ستار. مثال عندنا الالكين، نحن بناخذ الالكين بشكل عام، بيكون المجال تبع الابزوربانس تبعه من 170 ل 205، بنلاحظ انه هي اعلى شوي في طول الموجه فهي تحتاج طاقه اقل من السيجما للسيجما ستار. في عندنا من الان الى السيجما ستار، الان هي عباره عن لون بير اوف الكترون، هي الذرات اللي بتحتوي على لون بير اوف الكترون. مثال مين؟ مثال عندنا الاو، مثال عندنا الان، مثال عندنا الاس. هذول الذرات او الهالوجين بشكل عام راح يحتوي على لون بير اوف الكترون اللي هن الكترونين حرات في مدارها الاخير، وهي بحال طبيعتها مستثاره. ممكن هذول الالكترونين او الزوج الالكتروني اللي موجود على المدار الخارجي يشكل يا سيجما ستار في حالتنا هاي، او ممكن انه يشكل باي ستار في الحاله اللي راح نشوفها لقدام. فخلينا احنا بالسيجما ستار، هذا الترانزيشن ذس ترانزيشن يوجوالي ريكواير ليس انرجي ذان سيجما لسيجما ستار، هذا بيحتاج طاقه قليله لانه هو بالاساس جاهز لانه يرتبط ويعمل رابطه. ذا نمبر اوف اورجانيك فانكشنال جروب وذ من ان ل بي لسيجما ستار بيكون حوالي
من 150 ل 250 نانومتر، فهي الطاقة أكيد راح تكون أقل. في عندنا زي ما حكينا بالسيجما، لكن هنا ممكن هذول اللون بيرو في الكترون يشكلوا باي ستار. مثال عندنا المركبات ما بين سي و او، ما بين سي و ان، ان و او او الى اخره، فممكن تتحول ال ان الى باي ستار وبيكون عندنا مجالها من حوالي 300 نانومتر. فزي ما حكينا وزي ما شفنا انه لاحظنا في اختلاف باطوال الموجات، هذا الاختلاف باطوال الموجات يؤدي لاختلاف بالطاقة اللازمة لنعمل اكسايتيشن. وهسه بنشوف لقدام كيف بنفرق بيناتهم. في عندنا تحولين هن تحولات نحن بنفترضهم افتراض، ولكن هن على ارض الواقع ليسوا موجودين. عندنا من السيجما للباي ستار، هذا الشيء صعب انه يصير او انه لسه ما غير مطبق، او من الباي للسيجما ستار. This electron transition are forbidden transition، هذا غير موجود. Are only theoretically possible، هو احتمال نظري نحن بنحطه انه ممكن يصير هيك، ولكن هو بعرض الواقع ما في عندنا. فاذا من ال N للباي ستار ومن الباي للباي ستار electronic transition show absorption in region above 200 which accessible to UV visible spectrophotometer، هذا ممكن نشوفه بالسبكتروفوتوميتر يا اما باليو في او بالفيزيبل. في عندنا اليو في سبكترم اوف از اوف اونلي فيو برود اوف ابزوربشن، بيكون عندنا المجال تبع اليو في لحاله بيكون مجال قليل. فهذا تلخيص للحكي اللي حكيناه. بنلاحظ انه انتقال الرابطه من السيجما الى السيجما ستار، اي ما بين الباوندينج والانتي باوندينج، بالنسبه للسيجما يحتاج طاقه عاليه. من السيجما الى الباي ستار هذا حكينا theoretically لا يوجد على ارض الواقع هذا الانتقال، ولكنه يحتاج ايضا طاقه عاليه. في عندنا من الباي الى السيجما ستار حكينا هذا ايضا ما بيصير. من الباي الى الباي ستار يحتاج طاقه اقل من السيجما للسيجما ستار. في عندنا من الان للباي ستار يحتاج طاقه اقل من انتقال الان للسيجما ستار. فاللي يحتاج طاقه من الاعلى الى الاقل راح نرتبهم اول شيء من السيجما للسيجما ستار، بعدين من الباي للباي ستار، بعدين من الان للسيجما ستار، وبعدين من الان للباي ستار. هذا الترتيب الصحيح لانتقال الروابط الالكترونية. هلا what happen when molecule absorb light، لما يجي هذا المركب ويمتص الضوء شو بصير عندنا؟ اول اشي بصير عندنا promoted to more energetic excited state، يعني رح يترقى او رح ينتقل المولكيول من الحالة اللي هي نسميها حالة الريست أو الجراوند ستيت إلى الإكسايتد ستيت. Absorption of UV أو visible light result in an electron promoted to a higher energy molecule orbital، يعني راح تنتقل عندي الإلكترونات من مستوى طاقة أقل إلى مستوى طاقة أعلى. هذا نسميه promoted، ترفيع أو ترقية، يعني بيرتفع أو بيطلع عندنا الإلكترون من الجراوند ستيت إلى الإكسايتد ستيت. في عندنا من السيجما للسيجما ستار هذا الترانزيشن بصير باليو في، راح يحتاج لطاقة عالية. من الان للسيجما ستار بيكون عندنا الساتوريتد كومباوند، المركبات المشبعة. من الان للباي ستار او من الباي للباي ستار راح يحتاج الى ان ساتوريتد فانكشنال جروب، الروابط اللي هي ثنائية. هذا الشيء هذول اكثر شيء مستخدمات اللي هن من الان للباي ستار او من الباي للباي ستار. Geometrical structure of excited state will differ from the ground state، يعني لما تكون عندنا المركب في حالة الإكسايتيشن راح يتغير عندنا الشكل الثلاثي الأبعاد تبعه. يعني لما يكون المركب في حالة الجراوند ستيت بيكون هيك شكله، في عندنا مثلا هاي الـ O وهاي الـ C وهاي الـ H، فالزاوية ما بين H C H بتكون حوالي 116. هاي بيكون المركب في حالة الجراوند ستيت، هذا جيومتريكلي يعني بالشكل الفراغي. فلما يصير في حالة الاستثارة هاي بيصير في عندنا الزاوية تتغير بالنسبة للأو، بتكون 120 تقريبا، أو مش 120، بتكون مثلا هيك بتكون هي استقامته، فراح تتغير هي بمقدار 31 درجة، وبتقل الزاوية أو بالإتش راح تزيح بمقدار تقريبا 119 درجة، واحدة بتكون على 109. فهيك ممكن هي تتغير الشكل الثلاثي او الفراغي للمركب. في عندنا two possible transition in excited state، في عندنا احتمالين ممكن يكونوا موجودين. في عندنا single state electron spin
opposite. وفي عندنا التريبل ستيت الكترون سبين ار بارلل، بيكون عندنا بشكل متوازي. في عندنا بالسنجل ستيت بيكون عندنا بيكون بالجهة المعاكسة. في عندنا بالتريبل ستيت بيكون الالكترونات تلتف بشكل متوازي. هسه بنشوف كيف على الرسمة. بشكل عام التريبل ستيت هاز لور انرجي ذان سنجل ستيت. بالنسبة للتريبل بيحتاج طاقة أقل من السنجل. سنجل تو تريبل ترانزيشن هاز ا فيري لو probability، ممكن احتمالية انه يتحول من سنجل ستيت يعني بالشكل المعاكس الى التريبل ستيت يعني بالشكل المتوازي، هاي احتماليه ضعيفه. اما من السنجل للسنجل ترانزيشن از مور بروبابل، بيكون احتماليته اكثر انه يتحول من السنجلت لسنجلت اخر. ففي عندنا هون هاي بالنسبه للبي ستار بتكون عباره عن سنجلت، فهي بتكون بالوضع المعاكس الاوبوزيت. في عندنا بالنسبه للتريبلت بيكون هي بشكل موازي. بالنسبه للان هاي بالنسبه للتريبلت ظلت موازيه لها. هاي هون الان لما تنتقل للباي ستار بحاله السنجلت راح تكون بشكل اوبوزيت، هاي بتكون الاعلى. بس بالسنجل ستار راح بالباي ستار عفوا راح تكون بما ان هي سنجلت راح تكون بشكل متعاكس. اما بالنسبه للان لما تنتقل للباي ستار الان هون راح تكون هي بشكل بنفس الاتجاه وانما بتكون متوازيه. فهاي شغلات يعني بسيطه ومش كثير يعني مش كثير هي مبادئ اساسيه. هسه رقم 2 شو بصير عندنا بالنسبه للانفراريد والمايكروويف راديشن. not energetic enough to induce electron transition، ما بيكون في عندنا بالاي ار وبالراديو ويف او المايكروويف عفوا ما بيكون في عندنا الطاقه اللازمه لحتى يصير في عندنا الكترون ترانزيشن، ما بصير انتقال الالكترونات. change vibration او transitional and rotational motion of the molecule، بالنسبه للاي ار والمايكروويف ما بصير في عندنا excitation للالكترونات بشكل كامل، وانما بصير vibration اهتزازات او rotation اللي هي الالتفافات بالنسبه للmolecules. The entire molecule and each atom can move along the x and y and z axis when correct wavelength is absorbed. لما يصير في عندنا امتصاص للضوء بالنسبة للاي ار والمايكرويف، هذول راح ندرسهم ان شاء الله في الشابترات القادمة. راح يصير في عندنا انتقال على المحاور الثلاثة الـ x والـ y والـ z، سواء كانت vibration او كان rotation. فإذا بالنسبة للآي آر والمايكروويف راديشن هاي ما بكون فيها الطاقة اللازمة لحتى يصير في عندنا إكسايتيشن للإلكترونات، وإنما بصير في عندنا oscillation of the atom vibration is increased amplitude، بصير في عندنا ذبذبات أو اهتزازات، ممكن يكون في عندنا التفافات روتيت بالنسبة للموليكيول. فملاحظ عندنا بالنسبة للفايبريشنال ستيت هون ما في عندنا أي إكسايتيشن على مستوى الإلكترونات، فبيكون عندنا ال vibration state بالنسبة للفورمالديهايد. في عندنا أشكال متعددة ممكن يكون تصير في عندنا على مستوى محور الإكس أو الواي أو الزد بشكل عام، وراح ندرسهم إن شاء الله بالشابترات القادمة. بس ولكن هنا عندنا ملاحظة جدا مهمة إنه بالنسبة للإنرجي راح يكون عندنا الإلكترونيك excitation راح يحتاج أكثر طاقة أكثر بكثير من ال vibration وأكثر من الروتيشن. هاي ترتيبا بالنسبة للطاقة اللازمة لحدوث excitation على مستوى الالكترونات او الفايبريشن اللي هي الاهتزازات او الروتيشن اللي هي الالتفافات. فملاحظ نحن انه بتقل الطاقة اللازمة للعمليات اللي بتحدث. بالنسبة للنقطة الثالثة راح نحكي عن combined electronic والvibrational والrotational transition. شو هي الحالات اللي بتحدث على المولكيولز او على الذرات نفسهم؟ ممكن احنا حكينا يكون في عندنا الكترونيك ترانزيشن او فايبريشنال او روتيشنال. الاقوى واللي بيحتاج طاقة اعلى اللي هو الالكترونيك، اللي هو راح ينتقل من E1 او من E0 الى E1. بالنسبة للفايبريشن بيجي اقل، بيجي ضمن الE للE1 تقريبا، بيكون هو عبارة عن vibrational. في اللي اصغر منه كمان واللي اقل منه اللي هو rotational بيكون ضمن ال vibrational. يعني ترتيبهم من حيث الطاقة عندنا اكبر اشي الالكترونيك، بعدين ال vibrational، بعدين rotational. absorption of a photon with sufficient energy
to excite an electron will also cause vibration and rotation transition. حسب الطاقة اللي راح يكتسب هذا الإلكترون. فإذا كانت الطاقة عالية راح يسبب إلكترونيك. أقل بشوي راح تسبب vibrational أو rotational. There are multiple vibration and rotation energy level associated with each electronic state. في كل يعني ما بين فرق ما بين مستويات طاقة ما بين E0 وما بين E1 في عندنا vibrational وما بين الفايبريشنال في عندنا rotational. فراح يكون الترتيب على الشكل التالي: electronic vibration rotation ضمن سوية واحدة، يعني من E0 ل E1 أو من ground state لل excited state. Excited vibrational and rotational state are lower energy than electronic state. حكينا انه اصلا راح يصير عندنا vibration والrotation ضمن مستوى واحد من الطاقة، يعني من E0 ل E1 بس، يعني ما راح توصل ل E1 وانما هي بظلها ضمن ال E0. Therefore transition between electronic state can occur between different vibration and rotational state زي ما حكينا. ف انه راح يكون عندنا الفايبريشن راح يكون ضمن الالكترونيك والروتيشن راح يكون ضمن الفايبريشن. في عندنا ريلاكسيشن بروسيس فروم اكسايتد ستيت، اللي هي لما يرجع الالكترون من حاله الاكسايتد ستيت ويحرر الطاقه اللي كسبها. There are multiple possible relaxation pathway، في عندنا عدة طرق للريلاكسيشن. Vibration rotational relaxation occur through collision with solvent or other molecule. الفايبريشنال والروتيشنال الريلاكسيشن تبعه راح يكون عبارة عن ذبذبات قصيرة مع السولفنت او المولكيول الاخر. Energy is converted to heat. الالكترون لما كسب هاي الطاقة اللي جاية من الضوء راح يتحرر او راح يطلع للإكسايتد ستيت، بس يرجع لحالة الراحة راح يحرر هاي الطاقة اللي كسبها عن طريق حرارة او راديشن ترانزيشن. Electronic relaxation occurs through the release of a photon. لما يصير في عندنا electronic relaxation بيكون في عندنا تحرير للفوتونات أو للطاقة اللي بتحملها الإلكترونات. ففي عندنا مسارين للrelaxation أو عملية الrelaxation من الexcited state، يعني راح يرجع فيه الفوتون أو الإلكترون راح يرجع إلى الground state عن طريق عمليتين. اول واحدة اللي هي الفلوريسنس، هي عبارة عن emitted a photon by relaxing from an excited singlet electron state to ground state singlet state. يعني لما ينتقل عندنا الفوتون من السنجلت excited state للسنجلت ground state بنسميها فلوريسنس، تمام؟ فهي السنجلت زي ما حكينا قبل انه بيكون في عندنا، إذا بنرجع لها لورا، السنجلت بيكون عندنا معاكس، يعني بيكون اوبزيت. أما بالنسبة للبروسيس الأخرى اللي بصير في عندنا فيها يعني الريلاكسيشن، اللي هي فوسفوريسنس، اللي هي بيكون فيها عبارة عن emitting of photon a photon by relaxing from an excited triplet. هي الفرق بينها وبين الفلوريسنس اللي هي التريبلت، فبيعود فيها إلى السنجلت ground state. فهي عملية يعني بس الفرق بينات ان واحد بتكون سنجلت واحد بتكون تريبلت بكل بساطة. هسا بدنا نشوف بعض المصطلحات المستخدمة باليوفي او بالفيزيبل سبيكتروسكوبي. لما نسمع عن اشي يسمى بالكروموفور، شو يعني الكروموفور؟ الكروموفور هو عبارة عن مركب يحتوي على اما دبل او يعني بيحتوي على functional group تحتوي على multiple bond capable of absorbing radiation above 200 الى اخره. يعني بالمختصر الكروموفور هو عبارة عن مركب فيه دبل بوند. الدبل بوند نحن اتفقنا انه هي راح تستقبل هذا الضوء او راح تصير فيه لها absorption للضوء لحتى تنتقل للبي ستار او من الان للباي ستار. The part of molecule responsible for imparting color are called chromophore. طبعا هي فيها يعني اجزاء تمتص الضوء او اللون فاحنا بنسميها كروموفور. او بالمختصر يعني احنا بنقول عنها the functional group containing multiple bond، في عندنا double bond يعني capable of absorbing radiation above 200 نانومتر due to من n لباي ستار او من الباي للباي ستار ترانزيشن. يعني هو باختصار انه هو بيكون في عندنا مركب وفيه double bond. ها هي كل العملية.
في عندنا الاكسوكروم، الاكسوكروم بيكون عندنا الفانكشنال جروب اتاتش تو كروموفور، يعني الفانكشنال جروب تبعنا اللي احنا بدنا ندرسه بتكون مرتبطه مع كروموفور. الكروموفور هو مركب فيه دبل بوند which modify the ability of chromophore to absorb light. هذا راح يعدل من قابليه الكروموفور لانه يستقبل الضوء، فهي عشان هيك سميناها اللي هي الاكسوكروم. الاكسوكروم يعني المساعده. Altering the wavelength or intensity of absorption، هي ممكن أن تغير ال wavelength أو ال intensity لل absorption. أو تعريف آخر للأكسوكروم إنه بيكون في عندنا functional group with non-bounding electron that doesn't absorb radiation is near UV region but when attached to chromophore alter the wavelength and intensity of absorption. بيكون في عندنا ال functional group فيه non-bounding electron ولكن هاي غير قادرة على انها تمتص الضوء او مثلا تتفاعل مع UV، فهي بترتبط مع chromophore لحتى تصير هي فعالة وتصير تمتص الضوء. ففي عندنا هنا على سبيل المثال بنلاحظ شو هو تأثير الأكسوكروم. في عندنا بالنسبة لحلقة البنزين بتكون اللمدة ماكس إلها 225، فإذا ارتبطت في حلقة البنزين الـ OH فبصير هو الفينول بتغير عندنا اللمدة ماكس، بنلاحظ أنه بصير في عندنا تغيير اللمدة ماكس بتصير 270. إذا ارتبط فيها الأمين بصير اسمه أنيلين وبتصير اللمدة ماكس 280. تغير طفيف ولكنه مؤثر بالنسبة لل لامدا ماكس. فاحنا بنلاحظ انه هي راح تغير لنا الويف لينث اللي هي اللامدا ماكس او طول الموجه، وراح تغير لنا الانتنسيتي للابزوربشن. هاي لازم نركز عليها. هلا بدنا نحكي عن الشيفت اللي ممكن يصير بالانتنسيتي والابزوربشن. كيف ممكن ينزاح عندنا الانتنسيتي والابزوربشن؟ في عندنا اربع انواع من الانزياح لللامدا، انه طول الموجه ممكن تنزاح على على الجراف او على البلوت. في عندنا اول نوع اللي هو الباثوكروميك شيفت او بنسميه الريد شيفت، في عندنا الهيبسوكروميك شيفت اللي بنسميه بلو شيفت، في عندنا الهايبركروميك وفي عندنا الهايبوكروميك. راح نبلش باول واحد اللي هو الباثوكروميك شيفت. شو هو الباثوكروميك شيفت؟ لما بتكون عندنا اللامدا ماكس للكومباوند راح تتجه نحو طول موجه اعلى، يعني من اسمها هلا بنشوف ما في صوره واضحه. هيها. فاحنا بنلاحظ احنا الريد شيفت، تمام، هاي بالنسبه لللامدا ماكس راح تنزاح. هاي اللامدا ماكس الاساسيه او الطبيعيه، لما يصير عليها ريد شيفت راح تنزاح نحو اليمين، فراح تنزاح نحو طول موجه اعلى، عشان هيك سميناها longer wavelength. يعني longer wavelength انه هي بتنزاح طول الموجة اللامدا ماكس، ونفترض كانت 220 راح تصير مثلا 270 بتكون هي اللامدا ماكس، فهذا بنسميه red shift او pathochromic shift. It's none as pathochromic shift او red shift زي ما حكينا. The effect is due to presence of oxochrome or by the change of the solvent. نحن شفنا قبل شوية انه اذا حطينا oxochrome على المركب راح تتغير عندنا اللامدا ماكس، كانت 255 لما ضفنا الـ OH تمام صارت 270، لما ضفنا الـ NH2 صارت 280، فهذا الانزياح بنسميه الباثو كروميك او الريد شيفت. تمام. في عندنا انواع من الاوكسوكروم جروب اللي ممكن تعمل لنا باثو كروميك شيفت، اللي هي الـ OH والـ OCH3 بتسبب absorption of compound at longer wavelength، بتزيد لنا من اللامدا ماكس. بالنسبة للألكالين ميديوم البي نيتروفينول شو ريد شيفت، إذا ضفنا على المركب OH بالنسبة للبي نيتروفينول بتكون في البداية أول إشي عندنا اللامدا ماكس 255 نانومتر بالنسبة لهذا المركب، تمام. فإذا ضفنا عليه OH في ألكالين ميديوم راح تزيد عندنا بتكون أول شيء هي OH هاي معتدلة فبتصير O ماينس، فلما يزيد عندنا الشحنة السالبة راح تزيد عندنا اللامدا ماكس راح تنزاح نحو اليمين فبتصير 265 نانومتر. يعني بالمركب نحن لما نشوف المركب زاد فيه الشحنات السالبة بنعرف انه هذا عبارة عن ريد شيفت او باثوكروميك. اذا عدينا الشحنات السالبة بالبداية اللي هي كانت واحدة موجبة واحدة سالبة فهي متعادلة، اذا ضفنا عليه OH فاحنا ضفنا شيء سالب فراح يزيد السالب فراح يسبب عندنا الباثوكروميك شيفت او الريد شيفت. Because negatively charged oxygen delocalize more effectively than the uncharged
unshared pair of electrons زي ما حكيت لكم انه اذا زادت عندنا الشحنة السالبة بالنسبة للمركب هذا راح يسبب لنا انزياح نحو اليمين. بالنسبة للشكل المعاكس اللي هو الهيبسوكروميك شيفت او البلو شيفت بيكون في عندنا الابزوربشن ماكسيما اللي هي اللامدا ماكس اوف كومباوند شيفت تو شورتر ويف لينث راح تقرب نحو اليسار يعني نحو اللون الازرق، هذيك سميناها ريد شيفت لانه بتنزاح نحو اليمين يعني نحو اللون الاحمر تمام. فعشان هيك هي يعني اتجاهين متعاكسات. اذا بنشوف على الرسمه هاي بالنسبه للبلو شيفت اللامدا ماكس بتكون مثلا هون على 250 بتقرب لل 230 او 220 كمثال. السبب انه هي بتنزاح نحو اليسار او نحو البلو او نحو اللامدا ماكس الشورتر الاقل بسبب وجود عندنا بسبب ريموفال اوف كونجيجيشن اور باي تشينج ذا سولفنت، اذا غيرنا السولفنت او شلنا الكونجيجيشن. مثل يعني على نقيض هذيك الانزياح الاول اللي هي الهيبسوكروميك، على نقيض الباثوكروميك هي بتنزاح نحو اليسار حكينا. انالين شو بلو شيفت ان اسيديك ميديوم، لما نحطها في اسيديك ميديوم بالنسبه للانالين راح يصير في عندنا خساره بالكونجوجيشن يعني راح تنزاح نحو اليسار بسبب الاسيديك ميديوم زياده الشحنات الموجبه ضمن المركب. الاسيديك ميديوم نحن بنعرف انه راح يكون في عندنا اتش بلس كثير فراح يزيد عندنا الموجب، فهذا الشيء راح يؤدي الى انزياحها. بتكون اول شيء في البدايه هي 280 نانومتر، اللامدا ماكس بتصير 265 فهو انزياح نحو اليسار بلو شيفت او هيبسوكروميك. بالنسبه عندنا الانزياحين الاخرين اللي هن او قبل ما نروح لعندهن احنا بدنا نلاحظ انه اول انزياحين بيكونوا على اللامدا ماكس. بالنسبه للباثوكروميك راح يكون لونجر لامدا ماكس، وبالنسبه للهيبسوكروميك راح يكون نحو شورتر ويف لينث او لامدا ماكس. بالنسبه للانزياحين الاخرين راح يكونوا عباره عن الانتنسيتي. بالنسبه للاوبزرفتيفيتي او الانتنسيتي الابزوربشن انتنسيتي اوف كومباوند بتزيد بالهايبر هايبر كروميك، هايبر يعني عالي، فهي راح تزيد الانتنسيتي بنسميها هايبر كروميك شيفت. اف اوكسوكروم انتروديوس to the compound the intensity of absorption increase زي الباثوكروميك. الباثوكروميك حكينا لما يكون في عندنا اكزوكروم هذا الشيء رح يعطيها انزياح نحو اليمين ريد شيفت او باثوكروميك. هون بالنسبه للانتنسيتي او الهايبركروميك رح يزيد عندنا للاعلى فرح يصير عندنا هايبركروميك. ففي عندنا البايريدين، البايريدين لما زدنا عليه اوكسوكروم اللي هي CH3 بتصير 2 مثل بايريميدين، رح تكون عندنا اللامدا ماكس بالبداية 257 راح تصير 260. هذا الانزياح بنسميه إذا كان على اللامدا ماكس ونحو الأعلى بنسميه ريد شيفت أو باثوكروميك. بالنسبة للانتنسيتي واللي نحن عم نحكي عنها كان 2750 وصار 3560 فهو يعتبر هايبر كروميك افكت بسبب وجود الكونجيجيشن أو الأوكسوكروميك. على النقيض تماما اللي هو الهايبوكروميك لما تنزل عندنا الانتنسيتي بيكون في عندنا الانتنسيتي للكومباوند بتنزل بنسميه هايبر او عفوا هايبوكروميك، عفوا هايبوكروميك. في عندنا هو يعني بس انه يعني هذا نظري انه لازم نعرف احنا انه الهايبوكروميك شو هي والهايبر كروميك شو هي. فبيكون عندنا النفتالين بتكون عباره عن 19000 راح تنزل لل 10250 يعني تنزل بشكل كبير بس لانه ضفنا عليها CH3. فهن الانزياحات غالبا غالبا بيكون مترافقين مع بعض اللي هو الريد شيفت مع الهايبر والهايبو مع البلو تمام، يعني للاسفل واليسار وللاعلى واليمين بيكونوا مرتبطين مع بعض. شو هي البرنسبل لليو في راديشن؟ ذا يو في راديشن ريجون اكستند فروم من ال 10 لل 400 نانومتر والفيزبل راديشن ريجون تمتد من ال 400 لل 800. يعني نحن حكينا بالمجمل او حكينا عنها تقريبا تقريبا اليوفي راح تكون من 200 ل 400 وال يعني هي بتكون قريبه من اليوفي، اما ما دون ال 200 هذا بيكون فار بعيد عن اليوفي. بس بشكل اساسي بشكل اساسي نحن بنعرف انه اليوفي من 200 ل 400. Far UV spectroscopy is studied under vacuum condition بتكون في عندنا حالات
خاصة أو شروط خاصة بالفراغ نستخدم فيه الفار UV، يعني ما تحت أو ما دون 200، ولكن بشكل عام هي الدراسات بتتم على 200 للأربعمية نانومتر. The common solvent used for preparing sample to be analyzed in either ethyl alcohol or hexane. السولفنت اللي بنستخدمه لحتى نعمل UV analysis لازم نستخدم عندنا إيثيل الكحول اللي هو الكحول العادي اللي نحن بنستخدمه، وفي عندنا الهكسان ممكن نستخدمه أيضا كسولفنت مشان نحضر العينة. وودوارد فيزارد رول، هاي نظرية حطها عالم اللي هو وودوارد. روبرت وودوارد عام 1945 gave certain rule for correlating lambda max with molecule structure. يعني بيحكي هو انه اللامدا ماكس رح تعطينا الستركتشر الاساسي، وهي كانت البداية لتأسيس علم الاناليسز حسب اللامدا ماكس. في عندنا لويس فيزر عام 1959 بعده ب 14 سنة modified this rule، عدل هاي القاعدة مع more experimental data، قدم لنا بعض المعلومات أو البيانات اللي معتمدة على التحليل والتجربة. And the modified rule is done as Woodward Fizer rule، يعني العالمين اللي هم Woodward والعالم Fizer، فصارت العملية يعني مشتركة ما بين هذول العالمين. هو اعتمد على وودوارد وطور هاي العملية عن طريق الاكسبيريمنتال داتا، وعمل يعني الأمور أو المبادئ والأساسيات اللي نحن بنعتمدها في وقتنا الحالي. It's used to calculate the position and lambda max for given structure by relating the position and degree of substitution of chromophore. يعني هو بيعتمد على اللامدا ماكس، بيشوف اللامدا ماكس وين مكانها وقديش الانتنسيتي تبعها، ومن خلال عدة عمليات حسابية مع الابزوربانس ممكن يعرف الستركتشر تبعه، وحسب الديجري اوف سبستيتيوشن تبع الكروموفور انه قديش هذا المركب في عليه سبستيتيوشن وفي عليه يعني كونجوجيشن. هذول العالمين الوودوارد والفيزر رول حكوا انه each type of dyein or triene system المبدا الثنائي او الثلاثي بالنسبه للكونجوجيشن راح يكون له certain fixed value، قيمه ثابته بالنسبه للابزوربشن لما يحدث عندنا بالكومباوند. فإذا كان الكومباوند يحتوي على داين أو تراين، يعني دبل بوند كونجوجيشن واحدة أو ثنتين أو ثلاثة، فهي راح تحتوي على فيكس فاليو من الأبزوربشن. هاي بنسميها البيس فاليو أو البارنت فاليو. هسا بنشوفها بالأمثلة لقدام شو يعني داين وتراين أو شو معنات كونجوجيشن. The contribution made by various alkyl substituent or ring residue double bond extending conjugation and polar group such as chlorine او البروم etc. كيف هم حصلوا على انه في عندنا base value او parent value؟ عن طريق اضافة alkyl substituent او بقايا من الرينجز او double bond او عندنا polar group مثل chlorine او البروم الى اخره. بنضيفها هاي على basic value to obtain lambda max. هذولا في عندنا احنا اشي اسمه base value اللي هي القيمة الاساسية اللي بيكون فيها المركب بدون اي زيادات او اضافات. اذا اضفنا عليه كلور وبروم بنشوف الكلور والبروم قديش هو بيمتص او قديش هو ممكن يعمل ابزوربشن، وبنضيفه على القيمه الاساسيه. فخلينا نشوف شو هن الكونجوجيشن. الكونجوجيشن داين كورليشن، شو هن الانواع او الكونجوجيشن داين؟ الكونجوجيشن احنا اخذناها بالعضويه هي عباره عن الدبل بوند. المركب لما يكون فيه دبل بوند وبتمشي او تتحول لانها غير مستقره بنسميها كونجوجيشن. في عندنا هومنيولر داين، بيكون عندنا السايكليك داين هافينج كونجوجيتد دبل بوند ان ذا سيم رينج. بتكون عندنا الدبل بوند بيكون في نفس الحلقه، هاي بنسميها هومونيولر وداين لانه في عندنا ثنتين دبل بوند، داين اثنين تراين ثلاث. بالنسبه للهيترونيولر داين في عندنا السايكليك داين having conjugated double bond in different ring، بيكون في عندنا two ring كل واحدة فيها one double bond، فهي بنسميها heteronular يعني انه غير متشابه. في عندنا الاندوسايكليك double bond، double bond present in the ring، هاي تقريبا نفس الهومو، وانما بتكون عندنا دبل وحده، بيكون عندنا دبل بوند موجوده في نفس الرينج.
يعني بالنسبة للإندو سايكليك دبل بوند بيكون في عندنا الرينج اللي فيها الدبل بوند بتكون فيها ضمنها يعني موجودة فيها. بالنسبة للإكزو سايكليك دبل بوند، الدبل بوند in which one of the doubly bonded atom is a part of a ring system، يعني بيكون في عندنا دبل ضمن السيستم وفي عندنا دبل ثانية خارج السيستم، خارج السيستم ولكن هي متصلة فيها. كيف يعني؟ فإذا أخذنا عندنا المثال هذا اللي هو النفتالين، في عندنا هاي الـ A الرينج، بالنسبة للرينج A شو فيها؟ فيها 2 دبل بوند، واحدة إندو لأنها داخل السلسلة تبعها داخل الرينج عفوا، وفي عندنا واحدة إكزو. هاي الدبل بوند تعتبر إكزو بالنسبة للرينج A لأنها متصلة في أحد ذرات، هاي تعتبر من السلسلة A أو من الرينج A والدبل بوند مرتبطة فيها فهي تعتبر إكزو للـ A. بالنسبة للـ B السلسلة B بس فيها إندو سايكليك، ليش؟ لأنه الدبل فيه جواته، هاي لا تعتبر سايكليك أو إكزو سايكليك للبي لأنه مش متصلة مع ولا أي كربونة من كربونات الحلقة B. فهذا الفرق ما بين الإندو والإكزو. بالنسبة للبارنت فاليو والإنكريمنت فور ديفرنت سبستيتيوشن أو جروب، إذا كان في عندنا جروبات موجودة على الرينج أو على الكومباوند كيف ممكن نحسبها؟ بالنسبة للكونجوجيتد داين كوريليشن، في عندنا بيس فاليو فور هومو نيولر داين بتكون حوالي تقريبا 253 نانومتر، يعني اذا كان في عندنا رينج فيها هومو نيولر داين بيكون تقريبا اللمدة تبعها 253. البيس فاليو يعني القيمة الاساسية بدون اي اضافات، احنا بنحكي هاي بالنسبة للبيس فاليو. البارنت فاليو اذا كان في عندنا اضافات مثلا، فالبيس فاليو للهيتيرو نيولر داين 215 نانومتر، يعني اذا كان في عندنا هيتيرو نيولر داين لحالها بتكون 215 اللمدة تبعها. اذا كان في عندنا الكيل سبستيتيوشن اور رينج ريزيديو اتاتش تو ذا بريزنت داين بنضيف عليها 5 نانومتر. اذا كان في عندنا دبل بوند 30 نانومتر، اذا كان عندنا اكسو سايكليك دبل بوند 5 نانومتر. البولر جروب كيف نحسبهم؟ البولر جروب اذا كان في عندنا او اي سي اللي هو او سي او سي اتش 3 ما منضيف ولا اي نانومتر، هذول بيكونوا على الفاضي يعني ما بياثروا على الابزوربشن. اذا كان معنا اوكسجين ومرتبطه مع الكيل اللي هي مثلا او سي اتش 3 بيكون 6 نانومتر منضيف عليها، الكلور والبروم بيضيف 5 نانومتر، يعني هاي شغلات بسيطه. هاي في عندنا امثله كيف نحسب اللامدا ماكس للمركب. بالبدايه اول شيء في عندنا بالنسبه لهذا المركب في عندنا هيتيرو نيولر داين، الهيتيرو نيولر داين حكينا انه بيساوي 215 نانومتر اللي هو عندنا حلقتين كل حلقه فيها دبل بوند، يعني ما بيكون دبل بوند في نفس الحلقه، هون هيتيرو فهي 215. هسه الرينج ريزيديو اللي هي بقيه الرينج، فبالنسبه لكل رينج مثلا هاي الرينج في عندنا هاي دبل وهاي دبل وهاي مرتبطه مع الدبل، بيظل بالرينج الوحده 1 2 3 بيظل عندنا 3 اتوم هذول ما فيهم دبل بوند، 3 ضرب 5 15. في عندنا اكزو سايكليك دبل بوند اللي هي بالنسبه لهاي الرينج بتكون هاي اكزو سايكليك لانه مرتبطه فيها احنا اتفقنا، ولكن هاي لا تعتبر اكزو سايكليك للرينج هاي. ففي عندنا الاكزو سايكليك حكينا انه وحده فهي بتكون حوالي 5 نانومتر، نجمعها بيطلع معنا اللامدا ماكس 235. في عندنا مركب ثاني اللي هو اول شيء في عندنا هيتيرو نيولر داين بيكون في عندنا دبل بوند غير مرتبطات مع بعض او بغير رينج. في عندنا ثلاثة الكيل جروب اللي هي CH3 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 بيطلع عندنا 15 فبيطلع عندنا اللامدا ماكس 230. وهي أمثلة متعددة على الحساب اللامدا ماكس، سهلات ما فيهن شيء. بالنسبة لهذا المركب أول شيء عندنا إحنا إنه هو هومو نيولر داين، بالنسبة لأنه بيكون عندنا الدبل في نفس ال في نفس ال الرينج. في عندنا ثلاثة الكيل جروب اللي هي هاي واحدة هاي ثنتين هاي ثلاث بيطلع عندنا 268 وإلى آخره، في نفس الحسابات كلهن بكل بساطة نحن ممكن نحسبهن. هاي حسابات سهلة نفس التأثيرات. هلأ بدنا نشوف شو تأثير السولفنت إفكت. نحن شفنا شو تأثير السبستيتيوشن، يعني إذا كان عندنا مركب شو بيأثر عليه السبستيتيوشن أو الكونجوجيشن. هلأ بدنا نشوف السولفنت إفكت. Our choice of solvent can affect the appearance of spectrum can result in band broadening. يكون في عندنا نحن اختيارنا للسولفنت ممكن يأثر على شكل السبيكترم وعلى شكل البلوت اللي ممكن يطلع معنا بالنسبة للمركب الواحد. فمثال عندنا هنا، في عندنا مركب
اذا حطيناه بالفيبر فيز شوفوا كيف بيطلع شكله، اذا حطيناه بالهكسان واذا حطيناه بالمي بتغير شكله. فنحن اختيارنا السولفنت هو ممكن يغير لنا من اللامدا ماكس او ممكن يغير لنا من شكل المركب. ففي عندنا بالالترا فيولت ابزوربشن سبيكترا فور 1 2 3 1 4 1 2 4 5 تترا زين A in the vapor phase. شوفوا كيف بشكله، في عندنا مركب اللي هو هذا اسم المركب بغض النظر عن اسمه. بالمرحلة الأولى أو بالفيز 1 حطينا احنا بالفيبر فيز، فشوفوا كيف شكله. بالهيكسان سوليوشن حطيناه طلع هيك، بالمي طلع عندنا هيك شكله. فنحن بنلخص انه ممكن السولفنت يأثر على الشكل تبع المركب. وكمان ايضا البولر سولفنت ستابيلايز بوث نون باوندينج الكترون ان ذا جراوند ستيت اند لامدا اند باي ستار الكترون ان ذا اكسايتد ستيت. فاذا كان عندنا الفرق ما بين او من اي 1 لاي 2 او من ان ل باي ستار، ممكن نحن نزيد هاي المسافة او نزيد نسوي الطاقية عن طريق اختيارنا لبولر سولفنت، فهذا الشيء بيزيد من مستوى الطاقة اللازمة لحتى ينتقل المركب من الان للباي ستار. شوفوا قديش كانت المسافة في البداية هاي بدون سولفنت، لما نحط السولفنت ما يصير في عندنا اختلاف بالنسبة للسوية الطاقية ما بين ان وباي ستار، يعني شغلة نظرية. هاي نفس الشيء، هاي هون نفس الشيء بصير في عندنا ريد شيفت وبصير ممكن يصير عندنا بلو شيفت لبعض المركبات حسب تأثير السولفنت نفسه. هون في نهاية التشابتر في عندنا كم مسألة سهلات، يعني اعتقد الدكتور رح يشرحهم بكل بساطة، ما رح نطول عليهم كثير لانه رح احكي لكم شو هي طريقة الحل بشكل سريع لانه رح يكون من الدكتور اسهل. بالنسبة لاول مثال في عندنا سوليوشن بيحتوي على 4.50 بي بي ام اوف كولورد سبيسيز. It's found to have an absorbance of 0.3 at 530 nanometer in a 2 cm cell. معطينا هو البي، البي تبعها اللي هي 2 سنتيمتر، ومعطينا الابزوربانس تبعها اللي هي 0.3 على طول من لمدة 530، ومعطينا التركيز تبعها اللي هي 4.50 بي بي ام، هذا الكونسنتريشن تبعها. بده المولر اوبزرفتيفيتي اللي هي هاي الابسيلون. فتطبيق مباشر على القانون، ماشي، معنا الابزوربانس اللي هي 0.3، معنا البي اللي هي 2 سنتيمتر، ومعنا الكونسنتريشن اللي هي 4.50، يعني تطبيق مباشر. هون في معنى ابزوربانس، هذا مثال ثاني، في معنى ابزوربانس لانون ام ان او 4 سوليوشن تقريبا 0.5 على ال 525 نانومتر. لما حسبناها اندر انديكيتد كونديشن في ظروف اخرى ولكن على نفس اللمدة طلعت معنا 1 ضرب 10 ناقص 4 مولر من ال MnO4، لقيناها على الابزوربان 0.2. بدنا نحدد الكونسنتريشن للانون. في البداية في عندنا انون وفي عندنا نون، يعني في عندنا حالتين. اول حالة ما معنى الكونسنتريشن ولكن معنى الابزوربانس، بالحالة الثانية معنى الكونسنتريشن ومعنى الابزوربانس. فهنا بيكون عندنا احنا نفس السيل باث، ماشي، ونفس المولر اوبزرفتيفيتي لانه نفس المركب MnO4 MnO4، فما راح يختلف المولر اوبزرفتيفيتي. فبكل بساطة بنحط احنا الابزوربانس للانون على الابزوربانس للنون يساوي ABC ABC، تمام. وتعويض مباشر بالنسبة للمولر ابزرفتيفيتي حكينا انه هي نفسها فبتروح مع بعضها، وبالنسبة للبي بيروح مع بعضهم. بيظل في عندنا الابزوربانس والابزوربانس والكونسنتريشن والكونسنتريشن، ممكن نطلع الكونسنتريشن للانون لانه احنا معنا باقي المعطيات بس. وفي عندنا هذول باقي المسألتين، هذول المسألتين سهلات الدكتور احتمال، يعني احتمال كبير الدكتور يحذفهم بس، ولكن هم افكارهم بسيطة راح اتركهم للدكتور هو بشرح لكم اياهم. واذا احتجتوا ان شاء الله برجع انا بشرح هذول اللي ظلن. هيك بكون ان شاء الله التشابتر خالص، بالتوفيق ان شاء الله.